السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة زي ما عودناكم نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولايك للحلقة، لايك كتير، لأن لايك كتير بيخلي اليوتيوب يقترح الفيديوهات على الناس المشتركة واللي مش مشتركة عشان أكبر عدد من الناس يتفرج علينا. وشير للحلقة وسبسكرايب وفعل زر الجرس. أنا جاي لكم يعني حاجة هتفرح الجزائريين وهتفرح العرب، لأن في خبر عن برناردو سيلفا، وهتكلم برضو في الحلقة طبعا عن رياض محرز، وهل برناردو سيلفا وديفيد سيلفا كانوا بيتعمدوا معاه الأنانية امبارح وعدم التمرير لرياض محرز، وتقييم رياض محرز في مباراة أمس، والتغريدات المهمة اللي اتنشرت. وجايب لكم التغريدات مش من ناس عربية، يعني مش من أشخاص عرب، لا، جايب لكم من ناس مش عرب عشان خاطر نشوف هم بيقولوا وبيفكروا ازاي وبيقولوا ايه عن رياض محرز وتألق رياض محرز الفترة الأخيرة. وأهم حاجة الخبر زي ما قلت لكم عن برناردو سيلفا، خبر تحس انه عقاب كده بعد مباراة امبارح عشان خاطر كان بيأنن مع رياض محرز. هنتكلم كل ده في الحلقة، يلا بينا نخش على الحلقة، بس ما تنساش اللايك. في الاول هتكلم عن برناردو سيلفا وايه اللي حصل لبرناردو سيلفا وايه العقاب اللي ناله. برناردو سيلفا كان نازل تغريدة من كام اسبوع كده، من اسبوع 10 ايام، على بيتريق فيها على بنجامين مندي انه اسمر يعني، ونزل له حاجة كده. فالاتحاد الانجليزي بدوره اتهمه بالعنصرية تجاه بنجامين مندي. الاتحاد الانجليزي ما بيهزرش، الاتحاد الانجليزي ملوش علاقة بقى، ده صاحبه مش صاحبه، انت لاعب في الدوري الانجليزي. وطبعا لسه من حوالي نص ساعة تم ادانة برناردو سيلفا، وبرناردو سيلفا هيتوقف 6 ماتشات. 6 ماتشات هيتوقفهم برناردو سيلفا. دي حاجة طبعا هتفرح الاخوة الجزائريين، وهتفرحني انا شخصيا، مش عشان خاطر فرحان برناردو سيلفا، لا، عشان خاطر رياض محرز هيلعب اساسي على الاقل 6 ماتشات اللي جاية، وهيلعب بصفة اساسية 100%، لان مفيش حد مكان برناردو سيلفا غير رياض محرز، ورياض محرز بيلعب اساسي. وهنتكلم طبعا عن ان رياض محرز كان في ماتش امبارح، انت شايفه في الكومنتات، قول لنا انت شايف برناردو سيلفا وديفيد سيلفا اللعب كله كان ناحية الشمال، شايف هم قاصدين مع رياض محرز انهم ما يبظلوش الكورة عشان خاطر تألق رياض المحرز اللافت للنظر الفترة الاخيرة، وبالذات برناردو سيلفا، وكان عقاب برناردو سيلفا انه هيتوقف 6 ماتشات. الاتحاد الانجليزي لسه منزل من نص ساعة ان ايقاف برناردو سيلفا للعنصرية 6 ماتشات. انا من وجهة نظري بتكلم وشايف ان مباراة امبارح، واتكلمت بعد المباراة، ان فعلا اللعب كله كان من ناحية الشمال، من ناحية برناردو سيلفا وديفيد سيلفا وميندي، وسايبين رياض محرز معزول الناحية التانية مع كانسيلو. انا شايف بنسبة 70% ان فعلا كان في امبارح ان هم بيشردين يبازوا رياض محرز. مش عارف انا الموضوع ده مقصود ولا مش مقصود، بس ممكن يكون مقصود. يعني هم طبعا مكان رياض محرز هو برناردو سيلفا، وبرناردو سيلفا امبارح ما كانش بيلعب في مكانه، وبرناردو سيلفا ما كانش واخد راحته في المكان الجديد، بيلعب على حساب ستيرلينج، وستيرلينج لما نزل تألق، بس هو ما كان متعمد، انا شايف كده انه كان متعمد انه ما يبظيش لرياض محرز، لان رياض محرز فعلا الشوط الاول ما اتكلمت في الموضوع ده قبل ما اشوف الاتهامات من اشخاص على تويتر وعلى اليوتيوب، لما جالي تعليقات امبارح انا كنت ملاحظ الكلام ده، بس قلت مش هتكلم فيه. بس لما شفت الناس كلها بتتكلم وبتقول فعلا رياض محرز كان بيقابل من برناردو سيلفا عدم تمرير وانانية عشان خاطر هو بيلعب في نفس مركزه، ورد محمد صلاح، على الاقل محمد صلاح ومحرز الاتنين بيلعبوا اساسيين، وحتى الانانية ما بينهم، الانانية مشروعة، لان ده عايز يجيب جوال وده عايز يجيب جوال، وده عايز يطلع هداف وده يطلع هداف. لكن برناردو سيلفا مع رياض محرز هي قصة وجود، يعني بمعنى ان رياض محرز في الملعب يبقى برناردو بنسبة كبيرة مش هيبقى في الملعب. فعشان كده ممكن اشوف الموضوع ده فعلا ان في انانية وعنصرية من برناردو سيلفا ومن بعض لعيبة مانشستر سيتي. اللهم ان دي بروين هو
اللي بيلعب مع رياض محرز في الجبهه اليمنى وبيبقى اللعب كله من الناحيه اليمنى. بنشوف لما دي بروين بيبقى موجود التوأمه اللي موجوده بينه وبين رياض محرز والاسيستات والبساط، بنشوف لعب كويس من رياض محرز وتالق من رياض محرز. طبعا الست ماتشات اللي جايين اطمئنوا، الست ماتشات اللي جايين هيبقى رياض محرز اساسي، ولو رياض محرز مسك في الفرصه واثبت نفسه اكتر وعمل اسيستات وجاب جوال فصعب ان برناردو سيلفا يرجع يلعب على رياض محرز. نتمنى التوفيق لنجمنا العربي رياض محرز. انا شايف ان ان شاء الله رياض محرز هيقدر يمسك في الفرصة ومش هيسيبها. انا على الاقل كده هشتري رياض محرز في الفانتازيا، هجيبه في الفانتازيا وهلعبه معايا رياض محرز، لعيب كده ضمنته 6 جولات على الاقل انه هيلعب اساسي بيعمل اسيستات وبيجيب جوان، هجيبه في الفانتازي. يلا بينا نخش على تقييم رياض محرز وبعد كده نخش على التغريدات على تويتر. طبعا هنشوف صدى وردود افعال جماهير مانشستر سيتي على السوشيال ميديا على تويتر، كانوا بيقالوا ايه عن رياض محرز وتالق رياض محرز في الفتره الاخيره وفي ماتش امبارح. في تويتات كتيره بس انا اخترت التويتات اللي هي يعني اكتر تويتات تشد شوية، وتويتات كمان من غير العرب لان العرب شهادتهم مجروحة، احنا عارفين كلنا ان احنا بنحب رياض محرز، فلما اجيب لك تويتة من حد مش عربي دي تفرق كتير. طبعا هنخش دلوقتي على تقييم رياض محرز في مباراة امبارح. تقييم رياض محرز في مباراة امبارح تبع موقع هو سكورد، طبعا في الترتيب الاول كان رحيم ستيرلينج. رحيم ستيرلينج فعلا هو نزل جاب جول وعمل اسيست، فلازم ياخد التقييم الاكبر ورجل المباراه امبارح ب8-1. يجي من خلفهم كانسيلو وجوندوجان 7-9، ويجي بعديهم رياض محرز 7-8. وحسب الموقع قال ان دول اكتر لعيبه كانت ايجابيه امبارح ومؤثره في ماتش امبارح الاربع اسماء دول. طبعا مباراة كانت رائعة من رياض محرز بالذات الشوط الثاني، لان هو حتى الاسيست لما راح عمله من ناحية الشمال ما عملهوش من ناحية اليمين اللي هو كان فيها، كان بينزل لنص الملعب عشان يستلم اكتر. طبعا تقييم كويس من رياض محرز 7-8 حاجة كويسة جدا، لانه كمان عمل اسيست الهدف اللي فتح المباراة وقدروا يجيبوا جول تاني. هنخش دلوقتي بقى على تغريدات الجماهير وقالوا ايه عن رياض محرز في تويتر. يلا بينا نخش على التغريدات. موقع مانشستر سيتي فانز باللغة الانجليزية كتب ارقام مذهلة لرياض محرز. رياض محرز اخر 4 مباريات 3 اسيست و3 اهداف، ارقام طبعا مميزة جدا جدا للاعبنا رياض محرز. بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايزين نحسد الراجل ومش عايزينكم تحسدوه انتوا كمان، ارقام فعلا مذهلة وارقام مميزة. نخش على تغريدة تانية. مغرد كتب محرز نيمار الجزائري، حاجة كويسة انه يشبه بنيمار، نيمار لعيب عالمي ولعيب مهاري، وكتب في تحت التغريدة رياض محرز لديه غريزة تكتيكية رائعة وافضل جناح في الدوري الانجليزي السنة دي. مغرد اخر كتب رياض محرز لا يحصل على حق. كتب المغرد ده وقال ان رياض محرز مش واخد حقه في الثناء عليه بالاداء اللي بيعمله وبالاهداف وبالاسيستات اللي بيعملها، وهو افضل جناح حاليا في الدوري الانجليزي السنة دي. حاجة جميلة جدا لما تلاقي ناس بيشكروا فيك وبيدوك حقك لانك فعلا اجتهدت وتعبت اخر كام مباراة عشان تثبت نفسك، والسنة اللي فاتت كنت بتلعب وبتجتهد وبتتمرن كويس عشان خاطر تخش اساسي، بس نتمنى من بيب جوارديولا انه يسيبه اساسي. مغرب بقى بيضرب وبيقصف جبهة جوارديولا، كاتب دكة جوارديولا، محرز رائع جدا ومع ذلك قد نرى بيب جوارديولا في المباراة القادمة يضع على دكة البدلاء. صراحة المشجع ده صايع، يعني المشجع ده عاجبني شوية. المشجع ده بيقصف جبهة جوارديولا بيقول له يعني انت عايز منه ايه؟ زي ما استغربت انا برضو في اول مباراة لعب رياض محرز في الدوري الانجليزي اساسي 3 اسيست. انا كمدرب لعيب عمل لي 3 اسيست، انا منتظر منه ايه؟ انه يلعب اساسي. لا، عندي جوارديولا يقعد دكه ماتشين ورا بعض، ينزل يعني يجيب جول اسيبه؟ لا، اقعده دكه. لما نزل بقى بعد كده وجاب جول وعمل اسيست، لا سابه. بقاله حوالي 4 مباريات بيلعب بشكل اساسي، نتمنى الفتره القادمه طبعا انه يلعب اساسي، لان اللعيب لما بيلعب اساسي طبعا بتاثر معاه جدا نفسيا
ومهاريا. اللعيب وانت رجلك في الملعب غير وانت قاعد على الدكه او بره ال 18 ما بتلعبش. ده بيأثر مليون في المية. بيأثر اللعيب طول ما هو في الملعب بأسستات اهداف بيتألق حاجة كويسة، لكن لما بيقعد دكة وينزل اخر ربع ساعة اخر 10 دقايق اخر 5 دقايق هيعمل ايه؟ انا هلحق اعمل ايه؟ ده انا اول ما هسخن شوية يكون الماتش خلص، يعني مش هلحق اعمل حاجة. اللعيب طبعا لما بينزل بداية المباراة بيبقى شايف الملعب كويس وحاسس بالاجواء وحاسس بالملعب وحاسس باصحابه وحاسس بمكانه. طبعا دي حاجة بتفرق مع كل لعيب انه يلعب اساسي. وانا شايف يعني بخاطب جوارديولا، انت لعيب بسم الله ما شاء الله عامل ارقام كويسة، انت محتاج منه ايه؟ ارقامه احسن من برناردو سيلفا، يعني من احسن من ستيرلينج لو جمعت، لا هتلاقيه افضل جناح في مانشستر سيتي حاليا. ونتمنى الشفاء العاجل طبعا لدي بروين، لان الثنائي دي بروين ورياض محرز حاجة عالمية. لينكر كان اتكلم عنها نجم الكرة الانجليزية وقال مش من العدل ان الاتنين يلعبوا في جبهة واحدة وهم بيلعبوا اي فرقة. طبعا كده بنكون اتكلمنا عن نجمنا رياض محرز. استنونا النهاردة هنتكلم عن نجوم اخرى من نجوم العرب. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن محمد صلاح مع ليفربول، وهنتكلم مع حكيم زياش مع اياكس. نتمنى التوفيق للاعبينا العربيين النهاردة في مباراتينهم، ونتمنى انهم يفوزوا ويأدوا اداء مميز. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. في الكومنتات قول لنا رأيك في موضوع ان رياض محرز بيتعمدوا معاه الانانية وبيتعمدوا معاه عدم التمرير عشان خاطر يحافظوا على مكانهم وهو ما يلعبش، ولا انت شايفها تكتيك مباراة والموضوع عادي. بيني وبينكم انا شايفها 70-30، يعني 70 ان هم بيتعمدوا و 30% ان هم بيتعمدوش. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. لايك شير سبسكرايب للناس الجديدة وفعل زر الجرس. سلام.